بس نرجع مرة ثانية، المن نرجع مرة ثانية للشكل مالتنا. قلنا هذا الشكل مالتنا يربط الدينسيتي مع الكيو، وأريد من عندكم تركزون بيه، وكلش سهل ويفيدكم هو بحل المسائل، لأنه هو بالحقيقة ريبريزنت المعادلة. يعني أنت المعادلة شلون هذاك الخط المستقيم هو يمثل المعادلة، هذا يمثل المعادلة اللي تربط ما بين الكيو والدينسيتي. احنا قلنا هذا شنو الشرح مالته، لما الدينسيتي عندي صفر الكيو صفر، تبدي عندي تزيد الدينسيتي وتزيد الكيو معاها إلى أن يوصلون إلى القمة. هاي القمة أنا أسميها كيو ماكس. كيو ماكسيمم متقابلها منه الدينسيتي ماكسيمم، يعني الكيو ماكسيمم متقابلها منه الدينسيتي ماكسيمم. بعدين تبدي تزيد عندي الكثافة ويقل الكيو، لأنه ده تزيد ده يصير عندي فورميشن مال ازدحام، فراح تظل تزيد إلى أن توصل إلى الازدحام الفول اللي إحنا نسميه كي جام، اللي هو صار عندك ازدحام، فصير عندك الكي ترجع مرة لهنا تصير عندك. فلو تلاحظ هذا بارابولك أمام الكيو ماكس، شو تقابلني؟ تقابلني الدينسيتي ماكس، يعني الفلو اللي عندي ماكسيمم، أني عندي فلو الدينسيتي ماكسيمم. لما يكون أني عندي كي جام، أنا ترى عندي كيو صفر لأن ازدحام ما عندي فلو. فهذه لاحظ أنه كي ماكس شنو علاقتها مع الكي جام؟ يعني أنا بهذا الشكل إذا أعرف يعني الكي جام أقدر أطلع الكي ماكس؟ يعني نفسية. غير من معادلة الكيرف حتى أطلعها رأسا. لا هسه أنت هاي عندك قيمة هنا، افرض كي جام هي 5، كي ماكس تقدر تطلعها؟ هو الكيرف بارابوليك، من خصائص البارابوليك انه سيمتريك. وإذا عندي فأكيد يعني إذا عندي خصائص أو عندي معلومات أكيد أقدر هو أطلع من يا لازم معادلة تعرفوها. لا لازم من يا تعرفوه، احنا هسه حنتعلمها البارابوليك الخصائص مالته، انتم ماخذيها على الاقل بالرسم الهندسي. واني اتذكر اني صف سادس ما اخذت البارابوليك، او البؤره والبؤرتين، ما اعرف، معقوله انتم ما ماخذيه. فالبارابوليك هسه اني دا اذكركم بيه، دا اقول لكم البارابوليك هو معادله درجه ثانيه وسيمتريك. المشتقة الثانية ليش اسمه المشتقة الثانية حيصير عندي قمة وقعر أعتقد هي القمة المشتقة الثانية للكي جي حصير أعتقد ما هذا الرسم الثاني، لا تقول لي مشتقة ثانية، هذا 5، كي جام 5، كي ماكس ايش قد؟ وين بني؟ 2.5 ما دام سيمتريك ايه 2.5، شلون؟ اشو انه بني لي؟ ما دام سيمتريك فيعني النهايه تساوي البدايه ما دام الماكس عندي فهو كي جام على 2 كي جام على 2، اذا الكي ماكس صارت كي جام اوفر 2. طبعا هذا هسه انتم بالاشتقاق راح تلقوه، هسه حنشتق وراح نلقاه، بس باوع انت هنا بالرسم مبين عندك. يبقى سؤال، اني هنا عندي كيو ماكس وهي قيمة واحدة فقط تمثل لي السمت، يعني القمة مال هذا الكيرف. هسه نجي الى هاي الكيو، اللي تلاحظوها هي كيو تختلف عن الكيو ماكس، اني كيو من تسقطها على الكيرف حطت هنا نقطة دي وهنا نقطة اي، هنا نفس الكيو لكن كل واحدة منهم لها دينسيتي يختلف. يعني هسه انت هذه الكيو هي نفسها سقطتها على هاي الجهة طلعت لك كي 1، والكيو هنا سقطتها على هاي الجهة طلعت لك كيو 2. فشنو تفسير هاي الحالة؟ أني قيمة واحدة من الفلو وعندها 2 دينسيتي، ستتي مو قلتي كل قيمة تقابلها قيمة واحدة؟ هاي شلون؟ ست هاي ما دام انا عندي سيمتريك بس هاي صار عندي معادله تقريبا انه كي 2 تساوي اعتقد كي 1 زائد الكي ماكس لا 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 انه لا هي لا بس انه التباوع برا، بس هو التباوع بعد برا انه يكون انا المساويات. increasing نعم كي 1 نعم تكون نعم يعني كي 1 تكون يعني فردية يعني تكون موجبة كي 2 تكون سالبة اي بالضبط. هسه يعني هي مو سالبه، هي ترى كلها موجبه. هسه انت من تقرا افرض هذا صفر وهذه 5، يعني تقل هاي وهذه تصعد اثنين هاي ونص،
هاي فهتطلع يجوز هاي واحد وهاي ثلاثة، ما فرضاً فرضاً هاي واحد وهاي ثلاثة، وهذه الكيو عندك قيمة، ليش تطلع لها دينسي اثنين؟ أنت فلو عندك قيمة واحدة، هاي الكيو سقطتها مرة طلعت لك واحد ومرة طلعت لك ثلاثة، هسه ياهم إنهم نستخدمها بالحل. ستي مو قلتي واحد؟ هسه عثمان شي يقول؟ عثمان يقول وحده منهم سالبه وحده موجبه، هو قصده وحده في تزايد وحده في تناقص، which is mean يعني، وهذا يعني يعني هسه هي قصدك هاي النص، عفوا هاي القيمه مال كي في هذا النصف اللي هو زياده، يعني دي يصير عندي زياده تنامي بالفلو، بينما هذه هي في نقصان بالفلو. بعد يعني هو بعد يعني أريد فد شيء إكزاكت صحيح، هي هذا الكلام كله دا يقترب من الجواب الصحيح، بس أنا أقول هو هذا شنو؟ أين طلاب؟ أشو بنين ما كل يوم؟ أشو بنين ما كل يوم؟ دكتورة ما اعتنت. ليش؟ ما أدري نتهم ضعيف. فاتت بالبداية بس أعتقد فصل النت أدها وراها، يعني بالبداية كانت موجودة داخلة بالنت. زين يلا أحمد كمل لنا، يلا عثمان حيدر شو صنطة؟ حيدر يلا حيدر. ودكتورة بس يعني قلت لي نقط صوت اختفى حيدراني مدى سمعه ست، بس هو احنا مو دام مدام عندنا سيمتريك سهل او غلط هو هذا الرسم مالتنا اي سيمتريك اي فمعناها شنو؟ فمعناها انه اني قيم الكيو الواحده حصير لي اللي قيمتين اللي هي هنا هاي القيمتين راح ترتبط بعلاقه، بس هي شلون حتكون واحدة يعني ليش شلون لها قيمتين؟ هسه هي عندها علاقة وخطية، ليش عندها قيمتين؟ مو أنا حاخذ بس نص الكيرف أعتقد، مو الكيرف كله. لا زين هذا زين ليش؟ أما العلاقة برابلك يعني تكون علاقة تربيعية. إيه الخط ربع القيمة. لا الكيرف هو الكيرف تربيعي، بس العلاقة ما بين البارامتر زي الفي والدي. ربعها. هسه اوقفوا لا تربعوها، هسه هو اوقفوا لا هذه احمد ايش يقول؟ دي يقول اني اخذ هذا النص اشتغل عليه غير؟ اي نعم اي وهذا النص او ذاك النص ابن البطه السوداء يعني؟ هو يعني بالحاله عند تطلع لي نفس القيم بالاخير. لا ما تطلع لك يعني انت باوع، انت الكيو شو تساوي؟ أني مدام عندي معادلة معادل بس أنا أخلص المعادلة الرئيسية الذهبية لكيو شو تساوي؟ V في D صح؟ نعم هسه أنت عندك كيو، هسه أنت عندك كيو وعندك دي، تطلع ال V لو ما تطلع؟ تطلع ال V. زين إذا أنت طلعت V من هنا حتطلع نفس ال V الموجودة منه؟ مفروض إي يعني حسب هذا الرسم. شلون المفروض إي؟ هسه اهم شيء وياي الكيو اعتبرها شقد، الكيو اعتبرها شقد، فد رقم سهل قول ستة اوكي ستة. وهذا قلنا واحد الفي شقد تطلع؟ الفي هي شنو يحصل؟ ستة اللي هي ستة على واحد، شقد طلعت الفي؟ ستة اوكي نعم. هسه طلع لي الفي بهذا المكان شقد؟ احنا قلنا الكي هنا ثلاثة، الكي ثلاثة مفروض تطلع اثنين. اها شلون الفيلوسيتي متساويه هنا؟ بس هنا انا شلون الكيو حد تساوي عندي؟ انت قول لي هو هذا سؤالي. لا انا ايش دا اسوي؟ ايش دا اسالاني هو؟ انا هذا سؤالي يلا. وهذا خوب السؤال، خوب الرسم موجود بالمحاضره السابقه. زين خل ارجع مره ثانيه اسالكم السؤال بطريقه اخرى، اصلا ليش العلاقه ما بين الدنسيتي والكيو صارت بهالشكل؟ يعني من أجي أقول لك فسر العلاقة ما بين الدي والكيو، شو تقول لي؟ تقول لي دكتورة لما الدينسيتي صفر أنا عندي كيو صفر، كل ما يزيد الدينسيتي يزيد الفلو، كل ما يزيد الدينسيتي معناته أنا دي يزيد الدي الفلو، إلى أن أوصل مرحلة أوصل الفلو ماكس، يعني الطريق دي يصرف بأقصى قدر ممكن إلي، راح يصير عندي دي ماكس، يبقى شنو؟
تزيد ده تيجي سيارات، احنا وصلنا للتصريف الماكسيمم يعني بعد ما يقدر يصرف اكثر، فمن ازيد الدنسيتي عليه ايش راح يصير؟ حيبدي التصريف يقل. ده تيجي سيارات بس هو واصل للماكسيمم ما يقدر يصرفها، فش يسوي؟ يبدي يقل عنده يقل عنده الى ان يوصل مرحله الدي جام، يتوقف بعد ما يقدر يصرف، توقف السيارات اللي هي مرحله الدي جام. هذا هو تفسير الشكل مالتي اللي صاير هالشكل على هذا الشكل البارابوليك. زين هسه ارجع مره ثانيه اقول السياره من واقفه بهذا الزون معناته هي واقفه وين؟ وين عثمان؟ عثمان من قلت اني عندي تزايد وتناقص، يعني هي واقفه وين بالبدايه؟ يعني اكو طريق بالفلو بالجريان ده تمشي قبل الازدحام، بينما هاي وين ده تمشي؟ صار ماكسيمم اعلى قيمه تمشي إيه بعد ما وصلنا للماكسيمو، فبدت السيارات تتكتل واحدة وراء اللوخ، فده يصير عندي ازدحام formation of يعني جامينج، ده يبدي يتكون انه عندي سرف الى ان اوصل انه اوقف. فهو نفس الفلو بس واحدة قبل الازدحام بعد الازدحام. ده تفهموني؟ يعني هسه انت بعدك ما فايت الازدحام، ده تمشي بنفس الفلو توصلوا للماكسيموم من هذا تطلع منه، فمنه أنت قبل الازدحام ده توصل سرعتك 6 بس من تطلع سرعتك 2 وهو نفس الفلو. ها يعني رقم هو نفس الشيء بس اختلاف المعنى. يعني شلون نفس الشيء؟ يعني شلون نفس الشيء؟ إشارة ماكو إشارة سالب، مو هسه حسبناها. لا مو رقم كرقم، شوفوا كاتجاه. بس شنو اللي يختلف؟ يعني كي يعني وان نفس سالب كي شو بس الاتجاه سالب. لا 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 شلون نفس لا الكي لا نفس مو نفسها. شلون نفسها؟ ستة اخذ هذا خط مستقيم، هذا بارقام، هذا مو مجرد رسم، هذا اكس اكسس، يعني هاي صفر هاي خمسة، فعلى هذا الاساس هذه 2.5 واحنا قدرنا هاي 1 وهاي 3 قدرناها يعني لاجل المناقشه. ما شلون يعني نفس الأرقام؟ دكتورة نفس الرقم. نعم دكتورة، بس أكو طلاب يريدون يفوتون للمحاضرة ما يقدرون، لازم توافقيهم أعتقد. دخلتهم حبيبتي، دخلتهم بس يجوز ما أعطيت زولي. أي يجوز هسه يجيهم بس ما عندي أحد بغرفة الانتظار. زين فهذا هو يعني هذه هي الفيكة مع الموضوع. يبقى هساني أريد أسألكم سؤال يعني حل مع الرياضيات وهو يفيدك في فهم هذا الموضوع. حيدر افتهمت؟ حيدر افتهمت؟ والله ممكن افتهمت الدكتورة إذا أفلت، يعني إذا اختلف القيمة غير موقع النقطة غير شكل إذا مختلف بالرقم. أنا مدى أسمع حيدر جدي يقول، إذا أحد يسمع خلي يعيد لي سؤاله. دكتورة أيه. إذا الرقم يختلف شو حيصير الشكل يعني منتظم إذا رقمين مختلفات؟ شنو يا رقمين هسه تقول لي؟ يعني تريد الكي كي 1 و2 متطابقات؟ إيه كان خش هن ما متطابقات، وإلا هن لو متطابقات يصيرن نفس النقطة. أنت لو تنتبه حيدر الكيو ثابتة والكي 1 متغيرة، وأني دا أتحدث عن السرعة أيضا متغيرة. إذا تطابق الكيو مع الكيو ما يصير عندي رسمين، أني بس الكي إذا تطابق الكي ما يصير عندي رسمين، أني الكيو هي وحدة بس الكي لازم 2. هسه تقاطعها هذا اعتبره واي وسقط على الكيرف، كم إكس يطلع لك يتقاطع ويا الكيرف؟ إكسين صح لو لا؟ صح. كم الدكتورة؟ زين هذا تربيع لازم. شلون صار معادله تربيع لازم؟ هي معادله تربيعيه هاي الكي مع الكيو بارابوليك، البارابوليك تربيعي. من صفات البارابوليك انه هو سيمتريك، فتقدر تستفاد من هاي الحاله انه عندك كيو ماكس هي نصف الكي جام. هذا هو الكيو ماكس، اذا عرفت الكيو ماكس وعندك الكي جام تطلع لك عندك الكي ماكس.
اللي هي الدينسيتي، ماكسيموم دينسيتي. إذا عندك ماكسيموم دينسيتي يتقابل الكيو ماكس، يعني خاصة بيها، ما يصير عندك ماكسيموم دينسيتي إلا عندك شنو؟ ماكسيموم كيو. إذا عندك ماكسيموم فيلوسيتي شي يصير عندك؟ هن بس ثلاثة، هن بس ثلاثة كيو دي في. هسه احنا قلنا يصير كيو ماكس، يعني يصير عندي ماكسيموم فلو حتقابله ماكسيموم دينسيتي، وهذا في شيء منطقي لان انا عندي الطريق دي يصرف باعلى قيمه فاعلى دينسيتي عندي. زين اذا صارت عندي ماكسيموم سبيد، ماكسيموم فلو راح يصير اذا ماكسيموم فيلوسيتي، وش يصير بالدينسيتي؟ دينسيتي تقل. ايش قد؟ يعني اذا اكو جريان والسيارات تمشي كثافه يعني تكون قليله، صفر. صفر. اها صفر مثل ما موجود بهذا الشكل. هذا. لما تكون عندك الفري ماكسيمم، يعني هي الفري فلو، ماكو عندك مشكله دا تمشي بسرعه هاي، فمعناته الدينسيتي حصير عندك صفر. اوكي؟ اوكي جود عثمان. هسه شنو نرجع مره ثانيه لهذا الشكل. هذا من يقول لك بالسؤال قبل الازدحام، من يقول لك بعد الازدحام، يقول لك قبل الماكسيمم فلو بعد الماكسيمم فلو، فصير عندك يعني حالتين تطلع القيمتين وانت تختار حسب السؤال. هسه احل لكم، يلا يجي بوقتها بعدين نحكي. بس المهم اريدكم تفهمون هذا السؤال. الفقر بالفقر بيفد نقطه اخرى، هو يربط ما بين الكي اللي هي الدينسيتي والكيو. وأحمد حكي على المشتقات، مو أحمد على النهاية العظمى والصغرى؟ اي نعم ست. اي يعني أحمد أنا أقدر أطلع من أنا شو اسمه السرعة، هو علاقة السرعة ما بين الدينسيتي والكيو. سرعة السرعة يا سرعة منهم مال الكيو هاي اي سرعه مفروض يعني نقدر، لان انا عندي الكيو 1 تساوي فرق بين شو اسمه كيو 1 ناقص كيو 0، فاذا اشتق الكيو مفروض تطلع لي السرعه. تشتق الكيو تطلع لك السرعه مفروض. بعد زين اذا كرسم بالبارابوليك، إذا هو درجة ثانية، آني الكيو شنو تعريف هالكيو؟ الكيو هي الكي في في، أي اللي هي السرعة في إذا أريد أطلع السرعة، أريد أطلع السرعة تساوى عندي الكيو على كي. الكيو على الدينسيتي. فأني إذا أريد أطلع السرعة بهاي النقطة أحتاج أطلع الكيو over density، الكيو over density. فمعناته أنا إذا أمد خط من الصفر لهاي النقطة مماس أسميه لأنه هو كيرف، أسوي مماس للنقطة وأطلع كيو over دي راح تطلع لي السرعة من هذا المكان. السرعة هي الميل مال المماس لهاي النقطة. نفس الشيء إذا أريد أطلع باوع، إذا أريد أطلع السرعة at maximum flow، أجر خط مستقيم ما بين الـ O والـ B اللي هي لأن هي الماكسيموم فلو، أسوي مماس وأطلع الميل مال هذا المماس اللي هو شنو؟ Q max over D max. إيش تطلع لك؟ الـ V بهذه النقطة. زين أريد هنا أريد السرعة بالنقطة A، منو يقدر يطلعها؟ هي السرعة بنقطة اي تساوينا شو اسمه الكيو على كي. الكيو انا عندي والكي هي الكي 2 اللي هنا كيو واللي هنا هي كي 2، فتصير كيو اوفر كي 2. اوكي زين. اوكي هسه هو هذا كل ما ممكن عدا جزيئة واحدة، كل ما ممكن انا اتحصل من معلومات الجدول. فقط إذا ثبتت عندك الكيو ماكس والكيو جام أو وحدة من عندهن تقدر تطلع البقية، تحتاج بس معلومتين البقية كلهن يطلعن من عندهن. زين طلعنا السرعة طلعنا الكيو، يبقى شغلة وحدة. إذا أنا أريد
يعني أريد هاي المسافة، هاي المسافة بدي تشوفوها، هاي الخضرة من لهنا، من بي إلى دي، وأني عندي المسافة من كي إلى كي ناط، لأن هاي أعرفها أني، يعني من كي ماكسيموم إلى أني أحتاج هذا الرقم. يعني رياضيات، سؤال رياضيات، شلون أطلع تكامل؟ نعم بلا تكامل، تشابه هو، بس احنا بالخط المستقيم نسوي تشابه مثلثات، هنا شو نسوي تشابه، شنو تشابه كيرفات، شبه منحني، منحرف، شبه منحرف. شلون نسوي شبه منحرف؟ صعبي على روحك، احنا نريد اشياء سهله، نريد نحل بالرسم حتى نخلص من المعادلات. زين، لو فرضنا هذا من زيرو، من او الى بي هو خط مستقيم، واني اريد اطلع طول هذا الاخضر، شلون تطلعوه؟ شو تقولوا لي؟ تقولوا لي هسوي مثلث، اسوي تشابه كي ماكس، اي كي ماكس الى كيو ماكس يقابل هذا، خلينا نسميه اكس الى كيو ماكس ناقصان كيو، صح؟ هذه كي ماكس الاكس الى الواي، مو K ماكس إلى الـ X Q ماكس تساوينا هذه المسافة اللي أنا أريد أطلعها، هي X نسبة إلى من؟ آه طلاب، تشابه، تشابه من أريد أطلع تشابه، من عندي بالانتظار بابا، طلاب تشابه البارابوليك، يعني من تقارن ما بين هذا الجزء وهذا الجزء الكبير، أو هذا المثلث وهذا المثلث الكبير، تقارنهن نفس فكرة تشابه المثلثات الاعتيادي، لكن الفرق أنه أنت تربع قيمة الإكس، تربعها. ليش؟ لأن أنت معادلة درجة ثانية، فهمتوني؟ مثلا شوفها بالمسائل، هذا هو العلاقة ما بين الدينسيتي والفلو. هذا الحكي اللي حكيناه هذا كلي اشتقاق، هذا هسه راح يجينا كلي اشتقاق للفكره. الاشتقاق انا عاده اشرحه يعني ستيب باي ستيب بالمحاضره، بس شوي اريد اسوي لكم اكشن، انا حنطيك الفكره وانت تشتق ليها، هو ماكو خطوتين او ثلاثه يعني مو اكثر. يعني هو بالحقيقه انا كاتبت لك بدايه الاشتقاق وكاتبت لك نهايه الاشتقاق، بس انت ان بتوين اللي هي خطوه او خطوتين اريدها من عندكم، جوز تجيكم بالمحان، فلازم تسووها. Now substituting equation 1 ب equation 2، هاي طبعا شنو equation 1 ب equation 2؟ اللي هي مالت هذه المعادلة الأولى، هذه المعادلة الأولى بمعادلة هذه الدي والكيو، تدخلها بهذه number 2، 1 في 2 تعوض بدل الكيو الفي، طلعها من معادلة ديتشا وتدخلها، يطلع لك هذا النمط. الكيو هي عبارة عن V في K، V F K على K تربيع. بنفس الطريقة هسه حنربط ما بين السبيد والفلو، يعني ليش ما ربطنا الدينسيتي والفلو، هذا نربط السبيد والفلو. طبعا يعني شنو نربطهم؟ يعني نكتب المعادلة مال الكيو مرة بدلالة الدي، يعني نوحد المتغيرات كلها نسويها دي، ومرة نربط الكيو بدلالة الفي، نكتب المعادلة كلها بدلالة الفي، فتطلع لك مرة بالفي مرة هالشكل. وبما انه انت عندك بارابوليك ماتك، شنو هذا معناته؟ معناته the relationship between dimensional variables of traffic flow established وعندك boundary condition can be derived. الboundary condition قلنا شنو هي؟ هاي الboundary condition انه عندك maximum density، او عفوا jump density والfree flow والmaximum flow. الfree flow عرفتوا، والfree flow يعني السرعة، والماكسيموم فلو هم عرفتوا، والجام دينسيتي هم عرفتوا. هم مين يجيبوها؟ يشتق المعادلة اللي كتبها بدلالة الدينسيتي، المعادلة اللي كتبها طلعت له برقم واحد عفوا ثلاثة، يشتقها بالنسبة للكيو، هو موحدها وكتبها بالكيو، هاي ثالث وحدة موحدها، يشتقها بالنسبة للكيو، يشتقها ويساويها للصفر حتى شي يطلع، حتى يطلع كيو ماكس. فهذه الكيو ايش طلعت؟ الكيو ماكس طلعت جي اوفر 2، يعني جام اوفر 2، هو بالحقيقه نفس اللي طلع من الشكل،
يعني هذه الكي ماكس احنا بدنا نشتق ونساوي للصفر معناته بدنا نطلع كي ماكس، فاذا الكي جي اوفر 2 هي الكي ماكس، وهذا طبعا نفسه اللي شفتوه الكي ماكس هو كي جي اوفر 2. هاي بنقلنا كي جي 5 فهذه 2 فصارت كي جي اوفر 2. ولذلك الدنسيتي كورسبوندينج تو ماكسيمم فلو از هالف ذا جام دنسيتي، هي نصفها. طبعا هي انتم هسه يعني كاتبت لكم اياها كمعادله وحكيتها وياكم حكي، بس خليتها بالمربع الاصفر لانه صيغه الكلام مهمه بالسؤال. هيجي اسئله تلقي السؤال طويل في 6 سطور 5 سطور والحل مالته يطلع رص او ربع صفحه، فلازم تفتهم صيغة السؤال شنو. من أقول لك density corresponding to maximum flow يعني أنا دا أقصد بيها الجام density. زين، فأنت هذني الأشياء لازم تتعود عليهم. هسه إحنا حصلنا ال K max، نقدر نشتق ال Q max. هسه المعادلة نفسها مات ال Q أشتق أطلعها وأشتق وأساوي للصفر، شو يطلع لي؟ يطلع لي هذه Q max هي V flow في JK over 4 VF. طبعا هم شي يقول لك هو ربع السرعة مضروبة في الدينسيتي، ربع السرعة مضروبة في الدينسيتي اللي هي جام دينسيتي. هذه طبعا حفظ هذني سهلات لQ max. هذه معادلتها VF في KJ over 4، وهذه اصلا يعني مفروض ما تنسي Q max هي D jam over 2 اللي هي K jam over 2. واخر معادلة من نريد نطلع الفري فلو يعني ماكسيموم فلو، تختلف عن الفري فلو. الفري فلو هو يعطيك اياها بالسؤال او تطلعها اذا عرفت الماكسيموم فلو. الفري فلو هي شنية؟ الماكسيموم فلو هي الفري فلو over 2، فري فلو over 2. فهذه بالحقيقة يعني هذا السرعة من هي الـ V يعني الماكسيمم على 2، ومن الـ Q هي شنية الـ V ماكسيمم في الـ D ماكسيمم. الـ D ماكسيمم هي D J over 2 والـ V ماكسيمم هي V over 2. فالـ Q already من تضرب الـ V over 2 على الـ K J over 2 تطلع V F في K over 4، يعني already هذا من تفهم هذا وهذا حيطلع لك الـ Q، لأن هي الـ Q هي عبارة عن الـ D J D maximum في الـ V maximum. إذن الـ speed at maximum flow is half the free speed VF over 2. هسه خلص هذا الموديل اللي هو شنو. هذا موديل مشتق كله من معادلة رياضية لخط مستقيم. احنا جينش قلنا يربط ما بين البارامتر ماتي خط مستقيم علاقة عكسية، وجبنا معادلة الخط المستقيم اللي هي AX زائد B أو MX زائد A whatever. المهم الميل مضروب في نقطة التقاطع مع محور X زائد ناقص حسب اتجاه مالتي المتغير، يعني عفواً التناسب طردي أو عكسي. بما أنه إحنا تناسب عكسي إذن إشارتنا سالبة، ونقطة التقاطع مع محور Y. هذا صارت عندي المعادلة. من عدها عوضت الماكسيموم، استفاديت من علاقتين، علاقة الخط المستقيم اللي هي تربط ما بين، هاي طبعاً دراج لكم، تربط ما بين هاي العلاقة استفاديت من عدها من فهمها انه انا عندي كي جام وعندي فري فلو وشلون العلاقه بيناتهم. والعلاقه الثانيه اللي استفاديت منها هي هذا الرسم اللي انا ما بين الدنسيتي والكيو اللي ساعدني على فهم هذني الاشياء. اشتقيت المعادلات واحفظها. هل هو هذا الموديل الوحيد؟ يعني هل فعلا احنا الفري مالتنا الفري فلو او الستريم ماتي معادله خط مستقيم زادت هاي نقصت هاي زادت؟ لا، بالحقيقه Greenshell models هو linear relationship between speed and density، لكن in field we can hardly find such a relationship. يعني ماكو شيء بالحقيقه. therefore validation مالته يعني ظلوا يسالون عليه يعني under question، يعني هل هو فعلا الارقام مالته يعني شنو validation؟
يعني هو حيخلص هذا شنو validation؟ خلينا نسألها شنو يعني أنا أسوي validation؟ السؤال دكتورة شلون أسوي validation؟ يعني شنو أنا أسوي validation للموديل؟ هو دي يقول validation ما تظل under question، يعني شنو الvalidation مالته؟ صلاحيته يعني؟ صلاحية العمل مالته يعني شنو صلاحية؟ يعني. إيه شنو؟ شنو؟ إيه عثمان شنو يعني صلاحية العمل ينفع؟ يعني مالته يعني أقدر أستخدمه إيه؟ إيه؟ وين تستخدمه؟ إيه صح بس كمل لي وين تستخدمه؟ أقدر أستخدمه لشنو؟ دكتور يعني صحة الناتج يعني؟ إيه هو شنو الناتج؟ يعني أنا ما أريد يعني هو إحنا أصلاً ليش نسوي هاي الأشياء؟ يعني ليش نحسب السرعة والكثافة؟ نتنبأ باللي يصير. Yes, good. Prediction. أنا صار عندي prediction أريد أتنبأ. فvalidation مالتي حيكون على prediction. أنا ما أقدر أوقف واحد 24 ساعة وكاميرا 24 ساعة تحسب لي V ولا على مود لأن هاي بعدين تأثر علي على safety وعلى travel speed وأثر علي على التطور العمراني والأشياء الأخرى. ما أقدر أوقف واحد 24 ساعة يقرأ لي إياهن. فأني أسوي موديل يعبر عن الحالة حتى أقدر من أخطط الطريق وراء 20 سنة أتنبأ بالأشياء والمشاكل اللي راح تصير بي. لهذا هو هنا صار under question، يعني هل فعلا لأن هو ما دي يعبر عن الحقيقة، هو دي يفترض أنه كلهم دي يمشون يعني بعلاقة خط مستقيم بس هو ماكو شيء. فلذلك طلعت موديلات جديدة من ضمنها Greenberg's اللي هو اللوغاريتميك موديل. يعني شنو لوغاريتمي؟ يعني بدل ما يكون العلاقة ما بين ال V والدي خطية لا صارت لوغارتمية. وكذلك طلعت مال أندرود هي exponential، وطلعت مال بايب اللي هي generalized بيها مرفوع الأس إن ويتغير حسب عدد الموديلات. وعندك المولتي ريجيم أيضا، هذا المولتي ريجيم يفترض أنه أنت يعني شنو الفكرة بيه؟ يعني مولتي ريجيم يعني عدة أنظمة، يعني يفترض أنه الستريم ده يمشي داخل الستريم أكو عدة كثافات، يعني هو الستريم كله ده يمشي بكثافة معينة يعني أشبه لك إياها بشنو؟ مثلا كلكم رايحين سفرة، أنتوا كلكم الشعبة 39 نفر ده تمشون بدينسيتي معين، بس أكو جروبات مثلا ذول البنات سوية ذول الولد سوية، فهذا الرجيم وهذا الرجيم ذول الدينسيتي مالتهم تختلف عن الدينسيتي مال الأولاد عن البنات، وأجوز تختلف عن مثلا مال الأساتذة، بس هو كل الستريم ده يمشي بدينسيتي. فهذا هو فكرة مقربة لمبدأ الملتي ريجيم. بس احنا الفكرة من هذا كلي هل هو هذا الوحيد جرينشيلد اللي يشتغل موديل؟ لا، بس احنا اللي نعتمد عليه بالدراسة لان كونه اسهل يعني هو خط مستقيم، لان خط مستقيم معادلاته تقدر تذكرها باي لحظة. يبقى شنو اسألكم سؤال هذا كان يجي كل سنة وما اعرف هالسنة اجيبه او لا، يجي يقول لي criticize يعني انقد لي النظام مال جرينشيلز. فاذا انا اقول لك انقد النظام مال جرينشيلز شو تقولوا لي؟ نقول له مضاره يعني. ايش هي؟ انه مو دقيق صحيحا، انه خط مو كل معادلات صحيحه خطيه. نعم هي فكرتك صحيحه، بس اريد الاسلوب احسن، انه تقول انه linear relationship ما تعبر عن البيهيفير مال الستريم 100%، ماكو شيء بالواقع ما تعبر. يعني شوف السؤال والجواب هالقد، هذا 10 درجات عليه. criticize the Greenshield model يقول لي اني الريليشنشيب اللي هو فارضها does not describe the behavior او اني يعني طريقه، بس المهم تقول هذه الفكره انه ما تعبر linear relationship عن الواقع، فما تطيني prediction صحيح. راح أمر بسرعة على Greenberg automatic. ليش؟ لأنهم موجود بكتابكم. Greenberg assumed logarithmic relationship، يعني هسه الفرق بين Greenberg و Greenshield هو واحد linear واحد logarithmic. شو افترض؟ افترض أنه إحنا هسه إحنا شكلنا الأصلي density والspeed، هذا المنقط هي linear relationship، هذا الأحمر هو اللوغاريتمي.
المعادلة مالته هي هالشكل. الفيلوسيتي يعني هناك احنا مو كنا الفيلوسيتي تساوين v of f ناقص الميل مضروبة في d max. هذا بما انه لوغارتم ال v صارت هي عبارة عن v not في ln kj over k. زين هسه اريدكم تباعون على هاي المعادلة. زين واريد واحد يسوي لي كريتيزايز لهذا الموديل بدون ما ندخل بالتفاصيل. من ينقد لي؟ دكتورة يعني دي يكون بس يم النسبة القليلة ما دي يصعد فوق يعني النسبة الأعلى. شلون؟ يعني مختصر على القيم مال density اللي قليلة ماخذ الجزء الكيرف بس الجزء الجو مو الفوق منه بعد. دكتورة بالموضوع عندنا الكيرف ما حيلمس الصفر فما يطلع لنا عندك ام في اف ما يطلع لنا السرعه الفري الفري. نعم زين هذا اللي استنتج حيدر وهيوي من الرسم. يا ترى المعادله ما تعطيكم فد انديكيشن فد شيء؟ زين اللين كداله اسيه لوغارتمية الدالة تاخذ كل القيم؟ يعني هسه انتوا قلتوا لي هي مدى تروح يم الصفر، ليش مدى تروح يم الصفر؟ لا ما تاخذ السالبة والصفر. ايه ايش قد الصفر؟ اللين مال الصفر قد؟ انفينيتي طلع واحد. انفينيتي ما تطلع الحاسبة. فانت من تقول اني من اللين لما تكون السرعة الدينسيتي عندك واطئة وهذا اللي انتوا رصدتوه من الرسم اند جود. هذه ملاحظة جيدة بس أنا إذا ما كان عندي رسم يعني أنا أعرف شكل الدالة الأسية مدى تقترب من الصفر إذن هي ما تقدر تتنبأ لي بالسرعة اللي بيها الدينسيتي قليلة وهذا هو الكريتيسايز مالتها and good حيدر and هوي good. فهذا this model has gained very good popularity. يعني سنرجع لمحاضرتنا يقول لك هو أخذ شائع ليش لأن الموديل كان درفد أناليتيكي هو كل الشائع أكثر من هذاك. ليش؟ لأنه ذاك يعني يشتغل إحصاء ورياضيات واشتقاق يعني بينما تطلع مو هذا طبعا الاشتقاق اللي اعطيتكم اياه يعني الاشتقاق بس أقدر أدزلكم فد مثال للإطلاع حتى تشوفون شلون الشغل مالته. بينما هذا لأنه بيلين تقدر تشتغل شلون هاي الرياضيات هسه تتعلموها تحليلات تقدر تشتغلها تحليلات. فهذا الاشتقاق مالته ما راح أدخل بيه يعني شغلة اللين والمالين أنا ما أدخلكم بها يعني ما بيحفظ. إذا يجيكم سؤال فأنطيكم المعادلة مالته. فهذا beyond this notes. however ما هذه الدروباكس هي نفسها الكريتيسايز الدروباكس يعني المساوئ مالته. this model has أنا مسويت لكم as density tends to be zero كلما قلت قيم الدينسيتي السبيد مالتنا تطلع infinity. وهذا يشوفنا انه هو ما قادر على انه يتنبأ بالسرعة مالتنا بالدينسيتي البطيئة وهاي من ضمن الاشياء اللي تأخذ عليه. اخر شيء راح اشرح لكم اياه بالشوك ويف. الشوك ويف احنا حكينا عليها وطيتكم افلام عليها. اللي صار هسه نجي نحكيها من ناحية معادلات. The flow traffic along stream can be considered similar to flow, fluid flow. إحنا قلنا هي روندا الحركة مات السيارات وتشبه حركة الفلو. بس إحنا حتى بدراسة الفلويد هسه تدرسين فلويد. صح تأخذون صف ثالث.